ياو اقترب من منطقة الجزاء، دخل المنطقة، جاءت العرضية وحضرت التسديدة وحطها في الجول. فرانكيسي يفتتح باب التسجيل لميلان في أول 5 دقائق. ميلان يسجل الهدف الأول، جول أول لمصلحة ميلان. هو سول مايكرز داخل المنطقة، الفرصة قائمة والتسديدة حاضرة وحطها في الجول. جول ثاني لميلان، ميلان يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة. هذه كورة أنخيل كوريا، رأينا جول، هل تجاوزت الكورة؟ جول 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 بمعاناة مرفوعة، كورة كورة بالرأس، كورة بالرأس، هدف التعادل، هدف التعادل بضربة رأسية. اتمكن كوبو 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 جول يضرب. تشالانوغلو على تنفيذها، محاولة انتراوية خطيرة، يا حريف يا هوا بازونين ليوكان، وتمريرة لجيكو، يا لها من لقطة جميلة يا انتر، روعة 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 يا انتر. كوريا لمسة اليدين، جيكو الثالث، لكن الحارس خلق تغيير اتجاه اللاعب بروعة. ميليوم مختاريان التسديدة، تبقى الانتر. باسوني طلب الكرة من جانبي كوريا، خطير بالراس، يا ولد الله الله الله، روعة روعة روعة. أوريليو دي لورنتيس وأنقذه من الدرجة الثالثة إلى الدرجة وغيرهم وغيرهم، لكن طبعا هو صار الهداف التاريخي. وكرة رأسية مرة، وهذه محاولة زاباتا، زاباتا يعيد كرة، يا سلام، الله الله ما أحلاها من بداية. هدف روعة روعة روعة، هدف روعة عن طريق من يبدو أنه زاباتا صاحب الهدف. هدف رائع وتهيئة أروع مع منتخب التانجو، وهذه كرة ماريو روي يعكس روي، يلا لمسها ولم يسل لخدماته اللي قدمها، اعتقد عرضوا عليه 3.5 يورو، وهذا انفراد وهذا انفراد. الكرة ملعوبة إلى زاباتا، زاباتا يهيئ كرة وتسديد، الله، ومرة أخرى وكرة من زاوية ضيقة، الله، والرأس يحولها، كرة خطيرة، التعادل لازالت خطيرة، هدف هدف. جيلينسكي يعادل، جيلينسكي هو المنقذ، بيوتر جيلينسكي النجم البولندي، وهذا انفراد وهذا انفراد. ميرتنز 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 ميرتنز، يا سلام على الثقة، يا سلام يا سلام على الثقة، يا سلام، ولا بد. دخل مرمى فيها طبعا، ما يعادل 6 أهداف، وهذا هدف وهذا هدف وهذا هدف، هذا هدف هذا هدف، مش معقول مش معقول. إليتش 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 يمررها، الثالث 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 الثالث، الله 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 الله، هذا هو إليتش، وهذه هي فائدته. فرولر 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 السويسري فلورا. محاولة ملعوبة أمامية الآن، خوانمي 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 أمام من، كرة خطيرة، أوهو، لكن راية 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 على ذلك، لكن الأمل موجود. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، تغطية خوزيه، انطلاقة من الجهات اليسرى، أليكس مورينو، عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة بالكاب بالكاب مثالية جدا، لكن كرة رويبال إلى خارج أرضية بالجهات اليسرى إلى أليكس مورينو، مورينو عرضية ملعوبة في هذا اللقاء، محاولة من الجهات اليمنى، عرضية خطيرة خطيرة، لا 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 لا، مباشرة خوانمي كان متسللا، وصلت إلى جوردي ألبا، لمسة تصل إلى عثمان ديمبلي، أوهو، بالقدم اليمنى وبالطريقة التي يحب. هذا قلبه ما يشيل هم، هذا ما يكبر. كرة تصل إلى موسى ديمبلي، عثمان عثمان ديمبلي يسدد، لكن لا 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 لا
اخواني يضرب. يمنع مرور باريس سان جيرمان، ترجع مره اخرى تسديده جول. ابناء الشمال، لان هناك جدار اسمنت حديدي لفريق الانصار. الكره والراسيه وجول، الراسيه والكره عن طريق فاينالدوم. فاينالدوم ينقذ الباريس من الخساره في الوقت البدل الضايع. دخل مبابي يتقدم لدينا الكرة لمصلحة كريم بنزيما وحده، ارتصل في الجهة اليسرى، لا زالت خطيرة على مرمى الريال. وهنا هذا فينيسيوس، يتوغل فينيسيوس، يحاول فينيسيوس المحاولة، الله على تسديدة من فينيسيوس، وصلت إلى رودريجو، يحاول رودريجو، يسدد رودريجو، سداد الكرة العالية فينيسيوس إلى لوكاكو، ريكو في الجهة اليسرى، لا زالت الخطورة موجودة، الجهة اليمنى إيمار خطير يا نوزاي بلجيكي إلى ألكساندر، هذا فينيسيوس، هذا فينيسيوس، هذا الخطير، هذا الجميل، الله بهذه السهولة، بهذه الكيفية، بهذا الأداء، بإطلاق لدينا ركنية الآن تلعب لمصلحة ريال مدريد، الله هدف يأتي آخر، لوكا يوفيتش الذي لم ي... جول عالمي باليمنى في الأولى في العارضة وباليسرى في الثانية في الشباك. يا عرضية الكرة بعيدة تماما خطيرة، ركلة زيزو أما أبو عشرين، زيزو يستعد ينفذ، زيزو جول، زيزو يسدد وجول، هدف ثاني للمنتخب المصري. محمد رفعت في القائم الثاني وبالراس وجول، القائم الثاني وبالراس وجول، 4-0 حسين ف... لا اعتقد بانه لا يقدر، اعتقد لا يريد المنتخب المصري. كره خطيره، كره خطيره وجول وراء التسلل من مصطفى فتحي، لانه منتخب هنا المساحة وبدأ ينطلق بليلي، معهوش قاسم زين، معاه البنالتي، معاه البنالتي، معاه ركلة الجزاء، معاه ركلة في مباراة الجزائر. ادي امامنا هنا يسجل، يا ولد يا ولد، ياسين امامنا، مزياني خلصها امامنا اهو، الطيب مزياني يسجل لمنتخب الجزائر. ممتاز بعد رباعي فلسطين، خطيره من نهيري، والهدف الاول للاسود، 1-0 لاسود الاطلس. المغرب يؤدي بشكل جيد، يا جماعه المغرب تريد الهدف الثاني في كره خطيره بالراس، جول البدر، جول البدر الذي اشرف بشيشوت 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 بشيشوت، كي جولاثو شيري، سفيان، جول. كسر الصيام على مستوى على اهداف لفلسطين، هنا التصويب، سعودية خطيرة للتعادل، التعادل، هذا جول الصقور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي في الله جشر البرتقال ما ترموش، احتفظي بيه ونشفيه وتنشفيه في الشمس، تنشفيه في الميكروويف، المهم تاخدي الجشر ده وتطحنيه، مفيد جدا للبشرة، مفيد جدا لمشاكل الجلد من بره. هنعمل قشر البرتقال وننشفه ونطحنه، هناخد منه معلقه ونحط عليها معلقتين لبن حليب سائل يعني، وندوبها، وبعد كده نعملها زي ماسك على الوجه
ممتازة جدا، بتخلي الوجه لنضارة ورونق وجميلة خالص، وكمان الكالسيوم الموجود كله في القشرة موجود فيها زي ما هو، ما ترميش قشر البرتقال، هتستفادي منه. يا رب يفيدنا ويفيدكم بالخير إن شاء الله. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، والسلام عليكم.